أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ذكرنا في الحلقة الماضية أن قوم عاد جاءوا من نسل سيدنا نوح عليه السلام والذين آمنوا معه ولذلك يعتبر نوح عليه السلام هو الاب الثاني للبشريه. فاذا كان ابونا ادم عليه السلام هو الاب الاول للبشريه، فنوح عليه السلام والذين نجوا معه من الطوفان يمثلون الاباء الثانيه للبشريه. وكل ما من يملا الارض الان من من بشر مهما اختلفت الوان بشرتهم هم من نسل نوح ونسل الذين نجوا معه على سيدنا نوح أطيب السلام هؤلاء القوم يعني كانوا قريب عهد قوم عاد كانوا قريب عهد بحادثة الطوفان والأخبار تتناقلها الأجيال وأدركوا تمام الإدراك أن السبب الحقيقي في القضاء على قوم نوح بالطوفان على المشركين من قوم نوح بالطوفان أنهم أشركوا بالله وبالرغم من ذلك جاء الشيطان وأغراهم بالشرك فأشركوا فمنع الله تعالى عنه المطر بعث وفدا يصلي صلاه الاسقاء في مكه المكرمه وهم عائدون راوا الريح عاصفه فظنوها الريح الممطره واذا هي الريح التي فيها العذاب الاليم. والقران يذكر ذلك في سوره القمر بقول ربنا تبارك وتعالى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم عجاز نخل منقار فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولكن الإنسان لا يعتبر الإنسان لا لا يتذكر جاء الطوفان ذكرهم بشكل أشركوا جاء العقاب الذي قضى عليهم وقلنا أن امتلاء حوض الربع الخالي اليوم بهذه الكمية الهائلة من الرمال السافية هي بقية العذاب الذي انزله ربنا تبارك وتعالى بالمشركين من قوم عاد. لجأ سيدنا هود عليه السلام بالذين امنوا معه الى مكه المكرمه. وعاشوا على التوحيد. ولما زاد عددهم انتقلوا من مكه المكرمه الى وادي القرى او منطقه الحجر وهي على الطريق القديم بين مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبوك. والمدينه قائمه الى يومنا هذا يسمونها مدائن صالح. هذه المنطقة من اغنى مناطق الجزيرة العربية في الماء. فعاش يعني الذين نجوا مع سيدنا هود عليه السلام وذرياتهم يعني عاشوا في هذه المنطقة في نعيم مقيم. وادي فائخ الخصوبة محصن تحصين كامل محاط بالجبال السامقة من الناحية، من كل ناحية. آه، تربة خصبة وفرة في الماء فعاشوا في نعيم مقيم. وعاشوا على التوحيد ثم جاء الشيطان وذكرهم بشكل فأشركوا بعث الله تعالى لهم سيدنا صالح عليه السلام بنفس الرسالة المحددة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لم يؤمن معه إلا أقل القليل وبالغوا في طلباتهم لدرجة أنهم طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة عشراء من صخرة بعيدة عن الجبل ف صلى سيدنا صالح عليه السلام لربه وفي سجوده ألح بالدعاء على الله أن يخرج لهم هذه الناقة العشراء من هذه الصخرة الصماء لعلهم يؤمنون خرجت الناقة وأمرهم سيدنا صالح عليه السلام أن لها شرب يوم ولهم شرب يوم معلوم وقال لا تؤذوها لا تقربوها بأبا وبالرغم من ذلك لم يسلموا يعني ظلوا على شركهم وكانوا طبعا كطبيعه الاجيال السابقه اعطاهم رب العالمين بسطه في الجسم ووفره في الرزق ونعمه غامره من كل جانب فنحتوا جوانب الجبال المحيطه بوادي القرى هذا بيوتا بيوت ونوادي ومقابر ومنتزهات ويعجب الانسان في هذا الزمن القديم يعني كيف تمكنوا من نحت هذه الصخور والمدينة قائمة إلى يومنا هذا بهذه البراعة الهائلة يعني وأتوا بكتل صخرية ضخمة يعني إلى بطن الوادي وجعلوا فيها إدارة الحكومة إدارة الحكم إدارة القضاء إدارة المال أما سكنهم فكانت في قمم الجبال التي نحتوها بيوتاً يعني الدرج الخارجي البوابة الرئيسية الأعمدة الجميلة على البوابة الشرفات تفريغ الغرف النوافذ شيء رائع للغاية الدرج الداخلي فكانوا ذوي بسطة في الجسم وقوة بدنية هائلة ووفرة في الرزق فبنوا هذه المدينة الهائلة لا يطلق عليها اليوم اسم مدين صالح وعاشوا على التوحيد ثم جاء الشيطان وغيرهم بشرك فأشركوا بعث الله لهم سيدنا صالح عليه السلام جاءهم بالمعجزات المعجزات التي طلبوها ولم يؤمنوا بل تآمروا على قتل سيدنا صالح وقتل اهله معه والذين امنوا برسالته عندما بالغوا في فجرهم وفي معاندتهم لرسول الله سيدنا صالح عليه السلام يعني عاقبهم ربنا تبارك وتعالى بالصيحة والعقاب بالصيحة يعني شهادة من شهادات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لأن ما كان أحد يعني في زمن سيدنا صادق عليه السلام ولا بعد ذلك بقرون طويلة يدرك أن الموجات الصوتية العالية أو الفوق صوتية يمكن أن تقضي على الإنسان جاءت الإشارة إلى العقابين بالرجفة وبالصيحة وبالصاعقة وكل ذلك يمثل موجات صوتية عالية حطمت عظامهم وجعلتهم يرجفون يعني في داخل أجسادهم ومعروف علميا أن العقاب بالصيحة يعني يدمر الجهاز العظمي الجهاز العظمي ويدمر الجهاز العصبي يدمر الجهاز السمعي يدمر الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي ويؤدي حتما الى الوفاه. فكان هذا عقاب قوم صالح او ثمود ولذلك يسمون ثمود عاد الثانيه يعني قوم هود عاد الاولى وقوم صالح عاد الثانيه لكأنهم جاءوا من نسل عاد الاولى واستمروا على نهجهم. جاءت الصيحه والرجفه والصائقه التي قضت عليهم في مساكنهم. ويذكر لنا التاريخ ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك مر مع الصحابه من هذا الوادي، وادي القرى. ويعني انبهر الصحابه بوفره الماء ووفره الثمار في هذا الوادي، فعجنوا العجين وذبحوا الذبائح واستعدوا لعمل الوليمه. فسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تفعلون؟ قالوا له قال اطعموا العجين للحيوانات. قال هذه منطقة عقاب لا يجوز لكم ان تشربوا من مياهها ولا ان تاكلوا من ثمارها. فعلفوا الحيوانات بالعجين. وطلب بعض الصحابة ان يدخلوا على هؤلاء المعذبين مساكنهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخشى ان يصيبكم ما اصابهم. هذه منطقة عذاب. والرسول يوصي, يوصي صلى الله عليه وسلم بعدم الأكل أو الشرب من ثمار ومياه مناطق العذاب أو المبيت فيها فقال لهم أخشى أن يصيبكم ما أصابهم قالوا يا رسول الله للعبرة قال إذا دخلتم عليهم فادخلوا باكين أو متباكين لأني أخشى أن يصيبكم ما أصابهم دخلوا عليهم وعادوا وأخذهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خارج هذا الوادي قليلاً وأراهم الصخرة التي خرجت منها الناقة، ناقة صالح عليه السلام. وقال لهم هذه البئر التي كانت تشرب منها الناقة، اشربوا منها وعجلوا منها ما شئتم. وذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحد المشركين من قوم صالح كان في الحرم المكي في وقت نزول العقاب بقوم صالح. وقال صلى الله عليه وسلم أنه كرامة للحرم المكي لم يناله شيء من العذاب. ولكنه بمجرد خروجه من منطقه الحرم المكي جاءت الصيحه والرجفه والصاعقه التي قضت على قوم صالح فقضت عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم في رحلته الى الطائف في احدى غزواته صلى الله عليه وسلم لاهل الطائف يعني اراهم قبر هذا الرجل وقال لهم اسمه ابو رغال وعلامته ان في معصمه الايسر اسوره من ذهب عليها اسمه. ففتحوا القبر ووجدوا العظام حولها هذه الاسوره مكتوب عليها ابو رغال هذه القصه ايضا قصه سيدنا قوم صالح عليه السلام تعتبر من القصص الذي يعتبر عبره للدارسين وهذه رساله القصه في القران الكريم ليس الهدف من ايراد القصص في القران الكريم هو التاريخ الهدف هو استنتاج الدروس والعبر من مما مر بهذه الامم السابقه حتى لا يقع الانسان في الاخطاء التي وقعوا فيها. من الدروس الكثيره التي من هذه القصه ان الله تعالى اعلم جميع خلقه بضروره الايمان بالله سبحانه وتعالى. كما قلنا في الحلقات الاولى ان الله سبحانه وتعالى ابدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته كما ابدع خلقه من ادق دقائق هذا الخلق الى بناء الانسان. ولذلك القران ينادينا دائما بالنظر في السماوات والارض بالنظر في الذات ال 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 الانسانيه وفي انفسكم افلا تبصرون وفي الارض ايات للموقنين وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعني تامل الخلق من حولنا وسيله من وسائل التعرف على الخالق سبحانه وتعالى. لذلك يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالاعتبار من قصص الاولين واخذ الدروس واولها ان نؤمن ايمانا كاملا ان هذا الكون الذي نحيا فيه وهو كون شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركه، منضبط في كل جزئيه من جزئياته. هذه الدقه الفائقه لا يمكن ان تكون نتاج الصدفة أو العشوائية لا يمكن لهذا الكون أن يكون قد خلق ذاته بذاته بل لابد له من موجد عظيم له من صفات الكمال والجمال والجلال والعلم والحكمة والقدرة ما مكنه من إبداع هذا الكون بهذا الإتقان العظيم أن الناس منذ زمن نوح عليه السلام وإلى يومنا هذا ينتقلون من الإيمان إلى الكفر ومن التوحيد إلى الشرك ومن الاستقامة على منهج الله إلى الخروج على منهج الله والعاقل الذي يعتبر بما نزل من عقاب إلهي بهذه الأمم السابقة حتى لا يقع في الوحل الذي وقع فيه ثالثا أن الأجيال المتقدمة زمنيا كانت تتمتع ببسطة في الجسم ووفرة في الرزق وذكرنا في إحدى الحلقات السابقة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن الله تعالى خلق آدم على صورته يعني آدم لم يكن قردًا، لم يكن غزالًا، لم يكن حصانًا. خلقه الله تعالى خلقًا خاصًا بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه من علمه وأسجد له الملائكة وأدخله الجنة ثم كلفه بالاستخلاف في الأرض. أن الخلق القديم كان يتمتع بوفرة في الجسم وبمدد في الأعمار حتى يستطيعوا من, من إعمار الأرض. ولكم ان تتخيلوا ان البشريه بدات بنفرين ادم وحواء عليهما السلام. وعلم الوراثه يؤكد لنا ذلك لان بلايين البشر الذين يملؤون جنبات الارض اليوم والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا والتي ستاتي من بعدنا الى قيام الساعه كل هؤلاء جاؤوا من شفره وراثيه واحده كان نصفها في صلب ابينا ادم عليه السلام والنصف الاخر في صلب امنا حواء عليها رضوان الله. ومعروف علميا ان الشفره الوراثيه كلما تنقسم تضعف. فلا بد ان يكون الاتجاه العام تناقص في الحجم وتناقص في الاجال مع زياده في العلم وتقدم في التقنيات حتى يكون هذا التوازن الذي قرره ربنا تبارك وتعالى يوم خلق السماوات والارض. رابعا الله تعالى قادر على كل شيء. ومن ذلك قدرته على ان يخلق ناقه عشراء من صخره صماء. خامساً أن التنكر لأنعم الله تعالى عقابه في الدنيا قبل الآخرة. كل إنسان يتنكر لنعم الله تعالى عليه عقابه في الدنيا قبل الآخرة. سادساً ضرورة الإيمان بكل صور العقاب التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى بالعاصين والمشركين والملحدين والظالمين في الأمم السابقة. إن كافة صور الوحي السابقة على تنزل القرآن الكريم كل قد ضاعت. يعني مع ايماننا بهذا العدد الكبير من الانبياء والمرسلين الا انه لم يبقى من الهدايه الربانيه بين ايدي الناس الا القران الكريم. فعلينا مع نحن معشر المسلمين ان نتمسك بكتاب الله وان نتدبره يعني كلمه كلمه وايه ايه وان نحمل القيم العليا فيه الى غيرنا من الامم لاننا كلفنا بالتبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والى اللقاء القادم ان شاء الله استودعكم الله داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته